أهلا بكم. هل فعلا الذئاب بتستطيع إن هي تأكل الجن؟ وهل كما نقول إن الجن مجرد ما بيشوف الذئب بيخاف منه وبيترعبه، ما بيقدرش إن هو يتصور في الصورة بتاعت الذئاب بصفة عامة؟ وإزاي إن فعلا بعض الرقاب يستخدموا جلد الذئب ويخلي الحالة المصروعة أو المريض بسحر يشمه فيحضر الجن مباشرة؟ السؤال ده عرض على الشيخ ابن جبرين عليه رحمة الله وأجاب نعم، يستطيع الذئب إن هو يأكل الجن، وده طبعا بطريقة غريبة جدا. وهو سرد لنا قصة، قال ان كانت في مرأة، نقل من بعض الثقات، ان كان في مرأة من اللي بيسكنوا في البادية وكانت بترعى الغنم وكان فيها مس من الجن. الجن ده كان احيانا يطلع من الجسد بتاعها ويحاول ان هو يكلمها ولكن ما بتشوفوش نهائيا، وساعات كان بيجلس في حجرها وتحس ان في تقل في حجرها ولكن ما بتستطيعش رؤية الجن ده تماما. بتقول المرأة ديت، في مرة من المرات وانا برعى الغنم جاء ذئب كده مقدم عليا وجاي واثب على حجر مرة واحدة كأن انقض على شيء، وبقى يجري كده شمال ويمين كأنه بيطارد حاجة، وظل واقف مكانه بتاع 5 دقائق لعشر دقائق، وبعدين قربت من المكان بعد ما الذئب انصرف فلقيت قطرات من الدم. فازاي بقى الذئب بيستطيع ان هو يتقفى اثر الجن، والجن معروف ان هو سريع جدا وبيتصور بصور مختلفة ويستطيع الهرب ويستطيع التشكل باشكال حسنة واشكال سيئة، والجن منهم الطيار ومنهم اللي بيزحف على الارض زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الجن 3 اصناف، صنف يطيرون في الهواء وصنف حيات وكلاب وصنف يحلون ويضعنون. احنا بنعرف سبحان الله، كان في بعض الكتب انا قرأت فيها قال لك ان سبحان الله لما بيجي الانسان يحضر الجن او يحضر عالم الارواح، معروف ان الجن من عالم الارواح والملائكة كذلك من عالم الارواح اللي هو العالم الخفي عنا، فبيجي الانسان لما يتكفى اثره، يعني مثلا ظهر للجن، فيجي لما يصرف الجن ده تبص تلاقيه طلع من الشباك دخل في الجدار. فبيقول لك لو انت بركزت بعينك ديت على الاثار اللي ظهر فيها الجن وثبت عينك على نفس المكان، الجن لا يستطيع الحركة من هذا المكان نهائيا، فبيتصلب في مكانه. فيقول لك سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى وضع خاصية لدى الذئاب ان هي لما تتقف اثر الجن، يعني ان هي تمشي على نفس الخطوات اللي مشوا عليها مكان اقدامهم، سواء اتصوروا بصورة كلاب بصورة حيات بصورة قطط ومشوا على نفس المكان، يتصلب الجن ولا يستطيع الحراك من مكانه، ولذلك بيوثب عليه الذئب ويأكله تماما. اما كون ان الانسان بقى يمسك ناب من انياب الذئب ويعلقها حوالين رقبته عشان تطرد الجن، او يمسك جلد الذئب ويسلخه ويحطه ببيته عشان يصرف الجن ويصرف الارواح الخبيثة والحاجات دي كلها، هذا شيء لا اصل له، لان ده انت كده بتستعين بحاجة تانية فبتخش في موضوع شركيات. ولكن فعلا سبحان الله، بعض الحيوانات وبعض المخلوقات ربنا سبحانه وتعالى سلطهم على بعض، وضع فيهم قدرات مش موجودة عند البشر، زي الكلام ما بتستطيع هي والحمير عزكم الله تشوف الشياطين لكن احنا ما بنستطيعش ان احنا نشوفهم. كذلك ايضا الذئاب من اقوى المخلوقات اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها على ظهر الارض. فالذئب عزيز النفس، ما بياكلش الجيف، ما بياكلش الحاجة او ما بياكلش الفريسة بتاعته الا طازجة، ولما بيبدأ باكلها بياكل افضل حاجة فيها، فبيبدأ بالكبد ثم بعد ذلك الكلى ثم بعد ذلك الطحال وهكذا. لذلك هذا كل ما يخص هل الذئب يستطيع ان يأكل الجن ولا لا، وهل الشياطين والجن بتخاف منه؟ ايوه فعلا بتخاف منه، الا بعض العلماء بيقول لك ايه، لا ازاي ان ده كلام فاضي كلام ملهوش اثر، لا كل الاثار اللي وردت حقيقه. الرقاة كلهم اللي بيستخدموا الرقية بقى لهم 50 سنه، بعضهم بيقول لك انا لما بحب اعرف الانسان اللي قدامي فيه هذا من جن ولا لا، بحاول ان انا اشممه جلد ذيب فبيجي الجن يحضر عليه مباشره. هذا علم، وسبحان الله الانسان بيتبع العلوم في كل المجالات، والتجربه هي اللي بتثبت صحه كل شيء، وربنا سبحانه وتعالى جعل امور خفية علينا عشان ان احنا نوصل لها بالاجتهاد ونوصل لها بالابحاث، والا لو كان ربنا سبحانه وتعالى وضح لنا كل شيء توقف الانسان عن العلم وتوقف الانسان عن طلب الابحاث بصفة عامة. ونعرف ان بعض الاعشاب زي المسك وزي الحلتيتة بتأثر في الجن تأثير شديد، فلما يأثرش جلد الذئب كذلك في الجن؟ هذا موضوع انا حبيت ان انا اختصره لكم، وهنتكلم عن عالم الجن في حلقات مختلفة هتعجبكم جدا. لو عجبك المقطع ده ما تنساش انك انت تدوس لايك، تضغط سبسكرايب وتفعل جرس وتنشره لاصحابك واصدقائك. جعل الله في ميزان حسناتك. ليك اطيب تحياتي، انا اخوك يوسف احمد، وما تنساش تشاركوا لغيرك.